وعلى استقرار. قالوا ويقولون إن ما نفعله لن يجدي نفعا. قالوا ويقولون إن شيئا لن يتغير. الموضوع مرمي نعطيه أكبر من حجمه. قالوا ويقولون إن سماسرة الميكانيك والفالي باركينج والكفلاء الوهميين أقوى من الدولة. أنا عندي بيرز يعني جاهزين بس بشيل الصندوق لبس. مرة سويت سيارة فجر فيك لغفيت إذا سمعت فيه. قالوا ويقولون تلعبون بالنار. ثم قالوا ويقولون إنها مجرد أسماك صغيرة. ليقولوا ما يقولون. إليكم نتائج أفعالنا. بعد 3 حلقات من تحت طائرة المسؤولية ينشغل فريق البرنامج في التحضير للحلقات المقبلة، لكن هناك أسئلة كثيرة معلقة من الحلقات 3 الأولى تنتظرون أن نجيب عليها. أسئلة كثيرة عن مصير الدولار، السمسار النافذ في النافعة والميكانيك. أنا إذا بتطلع لفوق بتقول السمسار الأول بقول لك الدولار جيبه. وعن العميد جورج لطوف الذي أدلى برواية لم تقنع الكثير من المشاهدين وحاول تغطية الدولار. مين هذا؟ وعن المدير في وزارة العمل الذي يتقاسم الأرباح مع السماسرة. مين؟ يعني ما بعرف مين نحن وياه؟ مين الوزارة يعني؟ ما بعرف. وعن مافيات الفالي باركينج الذين يحتلون شوارع العاصمة ويضيعون مئات آلاف الدولارات على خزينة الدولة. بس يمكن الشباب ما عم يحطوا الورقة على السيارة وممكن عم يسرق، ما عم بقول لك. سنبدأ من حيث انتهينا من الحلقة 3 التي كشفنا فيها عن احتلال شركات فالي نافذة لشوارع العاصمة ومصادرتها لمواقف عامة من حق المواطنين ركن سياراتهم فيها. وتبين لنا في تلك الحلقة بالدلائل وجود شركة مرخصة تدعى VPS تحتل عددا من شوارع العاصمة ولا تدفع، فيما أظهرت تحقيقاتنا أن شركة ثانية وتدعى فالي ليبان موجودة على مدخل المجلس النيابي إلى جانب عناصر الشرطة والجيش اللبناني غير مرخصة وغير مسجلة في السجل التجاري وتعمل خلافا للقانون، وفوق ذلك تحتل البارك ميتر ولا تدفع. فالي ليبان شركة وهمية يدعي ملكيتها محمود بعلبكي وهو موظف في كازينو لبنان. بحثنا له عن شركات مسجلة باسمه في السجل التجاري فلم نعثر على شيء. الشركة الوهمية لديها شبان يعملون في وسط البلد يلبسون ملابس عليها شعار الشركة الوهمية ويقفون للمفارقة عند مدخل المجلس النيابي يركنون سيارات المواطنين خلافا للقانون في أمكنة مخصصة للبارك ميتر. فماذا يقول القانون في شركة غير مرخصة وفوق ذلك تنتهك القانون؟ يعني انتحال هالصفة. بدنا نشوف نحن هالشركة مستوفية كامل الشروط يلي هن شروط السلامة، شروط الصحية، شروط المالية. يعني أنا عم بعطي سيارتي لمين؟ يعني أنا مين بيحميني؟ يعني أنا إذا عم بعطي هالسيارة لشركة تحت عنوان إكس أو إجراج وتطلع هالشركة مش شركة بتحمل سيارتها وبتفل، أنا مين بلاحق؟ لأنه الشركة لما يكون في عندها مفوض بالتوقيع أو رئيس مجلس إدارة أو شركاء أو اسم تجاري بأضعف الإيمان، فيني أنا أطلع على السجل التجاري وشوف لمين تابع هالشركة لأقدر لاحق أو لاحق هالشركة الفعلية. كل متضرر من أي فعل ما أحدثته هالشركة يلي بين هلالين هي هالشركة اللي عم نسميها شركة أحدثته بحق له يقيم شكوى. فور بث الحلقة عمل فريق البرنامج على مستويات عدة لمتابعة القضية خصوصا فيما يتعلق بالشركة التي تعمل من دون ترخيص والتي سبق لنا أن أجرينا تحقيقا عنها في نشرة الأخبار يثبت احتلالها لشوارع وسط البلد وتضييعها مئات آلاف الدولارات على خزينة الدولة. أجرينا اتصالات عدة أبرزها مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي قال أنه غير معني بالقضية وأنه لا يتحدث إلى الكاميرا إلا بالسياسة أو الأمن. هذه دحشين، هذه كما سوترة حطوها بالغلط، هذه
هيدي بغير برنامج او لا 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 بلا معك حق هيدي انت وعباس شربل صديق قادة المحاور في طرابلس والصديق السابق لأحمد الأسير في صيد لا يرى أهمية في الحديث عن مافيا تحتل شوارع وسط البلد باسم شركة وهمية. أحالنا إلى محافظ بيروت الذي أحالنا بدوره إلى رئيسة هيئة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت جاهد عيتاني. لما شفنا التي في رجعنا نحن أنا طلبت الملف، لما طلبت الملف لقيت ما عندي شيء، ما عندي جواب الشرطة، عملت الإجراءات، عملنا لهم قرار بالتوقف فورا عن العمل. أوكي. اللي هو مضى مفروض مبارح من هيديك نص الأسبوع المضى مبارح ليوصل للشرطة ليبلغوهم ليتعاطوا معهم بشكل اللازم. بارالل استدركت الأمر، بالتالي عملنا كتاب لقائد شرطة بيروت إنه كل اللي عمله يتجاوزوا ويخالفوا ومنهم مرخصين ياخذوا الاجراءات بايقافهم عن العمل، بيعملوا لنا هم محضر، تنذر شركه فاليلي بون بواسطه السيد. هي مش شركه، ما هي هون كمان المفارقه انها مش موجوده اصلا بالسجل التجاري. بالنسبه لنا بالنسبه لنا نحن بدنا نتعاطى معها كشركه، يعني حطينا بواسطه السيد فلان بوجوب التوقف فورا عن تأدية خدمه. مين السيد محمود بعلبكي؟ نعم، لانه الانذار السابق كان باسمه. هو كتاب رسمي يصدر للمرة الثانية بحق شركة فالي ليبان الوهمية وبحق صاحبها غير الوهمي محمود بعلبك الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير بحسب التحقيقات التي أجراها فريق البرنامج عنه، وإلا كيف تسمح له شرطة المجلس النيابي أن يتفيأ بظلها؟ وهل سيبقى بعد كل المعطيات التي تقدم بها البرنامج بقوة الأمر الواقع محتلا بغير حق لشوارع وسط البلد وباسم شركة غير موجودة قانونيا؟ وإلى متى سيبقى مصادرا لحق المواطنين ركن سياراتهم من دون الحاجة إلى إعطائها لمنتحلي صفة الفالي باركينج؟ هالبلدية شو التحرك أو الإجراء اللي قامت فيه؟ كيف بلغتهم؟ لا نعتقد، لا نفترض أنه فيها شخص اسمه فلان، كيف بلغته؟ بموجب شو؟ بموجب كتاب رسمي أو بموجب تليفون؟ وين تحركها على الأرض؟ وين نشر سلطتها؟ وين الضابط العدلية تبعها؟ وين وين وين؟ هو كلهم يعني إنه نزلت عسكر على الأرض، نزلت شرطة على الأرض. هني ما عندهم العديد لك. ما عندهم عديد كيف ينزلوا دورية؟ شو اللي بيضمننا نحن كمواطنين وكإعلام إنه يرجع يتنفذ هذا القرار طالما في قرار إنذار سابق من سنة تقريبا بنفس الشركة وفي إعازة الشرطة من سنة تقريبا بنفس الشركة ولم ينفذ أي شيء؟ بالنسبة لأن بحكي بصلاحيتي، دايما بحكي بوفقا للصلاحية اللي احنا مسؤولين عنها، نحن إدارة مننتظر نحن من الشرطة انه تم تنفيذ مضمون هذا القرار. هلأ ما صار التنفيذ، انا ممكن ابعت كشف خلال 15 يوم على القليلة، برجع بيشوفوا انه بعدهم عم يشتغلوا، نرجع بنعمل كتاب تأكيدي للشرطة انه فلان فلاني بعده عم يشتغل مفروض توقفوا. اوكي، يعني هلا الطابي بملعب شرطه المفروض يعني الامن الداخلي مبدئيا المفروض الطابي، بس في قرار واضح وهو بمثابه امر من سعاده محافظ بيروت، قرار للتنفيذ. نعم، قرار للتنفيذ. الى ذلك وصلنا بيان توضيحي من المجموعه المندمجه دانكن نيد المشغله لعدادات الوقوف بارك ميتر، تنفي فيه اي علاقه مباشره او غير مباشره بين مدير عام الشركه شفيق سنو وبين مدير شركه في بي اس المدعو ابو ابراهيم، مذكره فريق البرنامج بان السيد سنو اكد انه قام بمراجعه الاجهزه الامنيه المختصه دون جدوى. وهذا صحيح وغريب في ان معا، اذ على الغالب لم يشاهد السيد سنو الحلقه جيدا ولم يسمع نفسه يقول هذا الكلام تحديدا والذي نقلناه بامانه عن لسانه. أنا بعرفهم أكتر منكم. أوكي. محلي هني 6-7 محلات يمكن 10 محلات. هلأ في تجاوزات بتصير لأنه في قوة على الأرض أقوى من قوة تانية، يعني بالآخر في صلاحيات. سألناهم قالوا مش مزبوط هالحكي، قالوا مش مزبوط، صار معهم خبر الكل بالدولة. أوكي. اللبنانية مزبوط؟ مزبوط. طيب صار شيء؟ ما تحركوا. طيب والكل بيعلم. رجعت قلت لهم أنا في هاي مناطق ما عم بقدر طلع مصاري منها نهائيا. طبعا احنا بنحطهم بالجو كل شوي، تعرف في وضع امني وفي احباط وفي توتر، ما بدنا نتخانق مع العالم وشوي شوي وهدوها. أوكي. يعني كمان العناصر اللي على الارض من فالي باركينج او شباب تاني غير شباب عدادات الوقوف، طب ما هدول عناصر
سكينة معه يمكن بيقدر يهدد بيقدر يعلي صوته عنده مرجع. كما استنكر البيان التوضيحي تصوير السيد سنو وكأنه متهم والتشكيك به وبمصداقيته وضعت هذا الأمر في باب التشهير، علما أن السيد سنو يدير شركة خاصة تدير قطاعا عاما، وتدور حول الشركة المذكورة عشرات الأسئلة حول كيفية إنشائها ودفتر شروط العقد بينها وبين الدولة، فضلا عن ملاحظات كثيرة على أدائها وضعفها في الحفاظ على المال العام، وهو ما سنخصص له حلقة كاملة من تحت طائلة المسؤولية في الشهور المقبلة. الفلاة تستبيح شوارع بيروت بلا حسيب ولا رقيب، وبعضها يفعل ذلك من دون ترخيص يسمح بمزاولة العمل. لا شيل السيارة لك. ووزير الداخلية خارج التغطية. رخصني تعمل جري بتقطيش وتوصيل لتعمل شيء. ما هو يغلق علينا، جلقنا عليه ومش الحال. ماذا كانت تداعيات تحقيقنا لاستقصائيان الكفالة الوهمية التي تجعل من لبنان أشبه بسوق نخاسة؟ مع أنه أنا عندي دياز يعني جاهزين، بس بشيل اسم بقلب اسم. كيف بتقول عم بسبور ومروانين؟ بكلف 4000 دولار بجيب لك إياها. وماذا حل برئيس مصلحة العمل في الجنوب الذي صورناه يشجع على تقاضي الرشوة؟ لا يمكن أنا ما أخذش، يمكن يأخذ الموظفين اللي عندك عم يساعدوك، أنا ممكن ما بدي منك شيء. دعونا أولا نراجع ما وثقته كاميراتنا في ذلك التحقيق. طب هلأ إذا ما بدي أجيب مصري من برا، بس أنا بدي مصري يشتغل بهيدا الأرض، شو بعمل؟ بدك تجربي تاخدي حدا من هون. سهيل زماطة صاحب شركة MSM للتنظيفات يقر أمام محققتنا السرية بثلاث مخالفات: تبديل تأشيرات العمال بين العمال، مع أنه أنا عندي فيز يعني جاهزين بس بشيل اسم بقلب اسم، إيواء عمال من دون أوراق رسمية، وتعمل شيء إنه إذا ما أوراق أو ما أوراق، وأخيرا تأجير عمال، وهي التهمة التي لم يتوانى عن تأكيدها لدى مواجهتنا له. لا بس أنت هون قايلها أنك أنت فيك أنه أنت عم تقترح عليها أنه تأخذ عامل من عندك، هذا قانوني؟ تستأجر عامل، أي أكيد إيه فيها تستأجر عامل من عندك. كيف؟ ثم فقد أعصابه واتهمنا بتحوير كلامه. طيب عندي أسماء أنا إذا حكيت إشياء وحطيتها أنت أنا بدي أرفع شكوى فيك. هاي مش مشكلة، أنت حقك تعمل اللي بدك، بس أنا أعطيتك حق الرد. وأنت ردة فعل مالك شركة ملك للتوظيف لم تكن أفضل حالا. جيب لي صورة عن باسبور ومروانين بكلف 4000 دولار بجيب لك إياها. فالرجل الذي ضبطته كاميرتنا السرية متلبسا وهو يتاجر بتأشيرة العمل لم يجد سوى التجليطة سبيلا له. ايه بس ما هو اجى دلق علينا، جلطنا عليه ومش الحال. اجى واحد حكينا روايه، حكينا روايه. تجليطه لم تمنعه في النهايه من الاقرار ان سوق الكفاله الوهميه موجود. هو في كفيل وهمي اما لا؟ في كثير. اوكي يعني في قصه ال 4000 دولار مظبوطه. في 5000 وفي بخمسه مظبوطه يعني قصه. في ب 3000. قبل ان يعود ويتحفنا بتجليطه انه يقدم لوزاره العمل عقودا مع شركات لا سجل تجاري لها. طب ليش ما بيحكي مع محطة بنزين؟ يعني هذا زلمة اللي هو بيشتغل بيحكي مع محطة بنزين وبلا ما يدفع 4000 دولار، يعني هاي محطة بنزين ما عندها الأوراق المطلوبة للأمن العام ووزارة العمل. كيف يعني؟ أيوة. ما عنده يعني سجل تجاري، إذاعة تجارية، ولكن ما عندهم إياها. حط في محطة بنزين بلا إذاعة تجارية؟ طبعا كلها أكثريتها نحن عم نعمل كونتريات. إزاء هذه المخالفات كان علينا أن نستشير صديق البرنامج المحامي جيمي حتشيتي عن حجم الجرم المرتكب وعما إذا كان يلامس الإتجار بالبشر. طبعا في عندك سؤال، هالشخص هالعامل أو العاملة الأجنبية هي عم تحدد نوع العمل اللي بدها تشتغل فيه؟ لا، هالعامل أو العاملة الأجنبية هي عم بتحدد البدل أو الأجر اللي بدها تستحصل عليه، أو رئيسي أو كفيلة أو الشركة اللي عم تكفلني اللي جايبتنا على لبنان هي اللي عم بتحدد الأجار والأجر أو الدخل، وعم تفرض علي بيطلع لك 100 أو 200 أو 300 دولار بالشهر. وبالتالي يعني هون في أنت عم تفرض على العامل. طبعا هل الكفيل مأمن لي منامي؟ الكفيل مأمن لك منامي؟ هو كلهم عناصر من عناصر الإتجار بالبشر. وبالتالي بمعزل عن هيك الشركة عم بتمارس موضوع أو نشاطها التجاري خارج عن الموضوع المعطى على أساسه التصريح أو الرخصة. يعني هاي النقطة الأساسية. أنا شركة فتحت شركة لتجارة السيارات
رايح بموجب هالشركة، بموجب هالنظام أو هالإذاعة التجارية أو هالشهادة الشركة، رحت فتحت مطعم. أنا خرجت عن الموضوع المعطى لإلي، عن المصرح لإلي أو المعطى لإلي ترخيصه أو على أساسه أنشئت هذه الشركة. بينما هون أخطر، هون نحن عم نحكي مش عن سيارات أو عن تجارة أو مطاعم، نحن عم نحكي عن بشر. هي إذن جرائم تقترب من الإتجار بالبشر. قبل سؤال وزير العمل عن أصحاب هذه الشركات، دعونا نراجع أولاً الاعترافات التي انتزعتها عميلتنا السرية من رئيس مصلحة العمل في الجنوب. المكاتب بحطوا 350,000. مظبوط. مكاتب رسمية بحطوا 350,000. هل قد بالتالي؟ وإلا إذا انكسرت تدفع دبل. السيد علي حطيط صاحب مقولة الجميع يجلب السعادة إلى هذا المكتب، يدعو السمسار إلى تقاسم الأرباح السعيدة معه. قديش نحن بنحاول نساعدك لنوفق يعني ربحك ونربح. هيدا كلام لحد ما مشوه. هي بدأت اجت. ليش مشوه؟ عفوا مشوه لأنه اجت قال بدي عندي مكتب محامية وبدي افتح مكتب وشو ممكن اربح؟ شو ممكن اربح؟ اوكي فيك تقلا قلت لها الرسوم هالقد. ليش قلت لها ليش قلت لها الربح بالنص؟ اسمعني اسمع لا 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 الربح بالنص ولا الربح. قلت لها الرسوم هالقد بالوزاره وانت كمحاميه ان شاء الله بتاخذي 100 او 150 هي شغلتي. لا قلت لها بتاخذ كل كوميشن والكوميشن بيننا وبينكم. لا 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 هيدا كلام بده يكون حكى باطار ثاني مش باطار زيته. يعني ما فينا نخفف ابدا. لا لا انت بتضحك بال نحن وياك. نحن وياك. مين يعني ما بعرف مين نحن وياك. مين الوزارة يعني ما بعرف شو قصدك. طب مين نحن؟ أنا شو بنحن؟ هي عرضت علي معاملة. مين نحن؟ أنت قايل لها أنت للأمانة قايل لها مش أنا أو الموظفين. لا لا أنت مدير. هلا هيدي المكتب بياخذ عليها 350,000 بيدفع لنا هون الرسوم 250 بياخذ 100,000. هلا اذا نحن عرقصنا عليه بيدفع 50,000 لانه بياخذ 50,000. ليش عم اقول لك انا قديش انت فيك تستفيدي؟ قديش نحن بنحاول نساعدك لنوفق يعني ربحك ونربح. هلا يمكن انا ما اخذش، يمكن ياخذوا الموظفين اللي عندك عم يساعدوني. انا ممكن ما بدي منك شيء. انت قايل لها بمحل ثاني في شركات تامين انا بامن لك اياهم، بامن لك ب 50. انت قايلها لا لا مش صح. تأمين مثل ما قالت باب من أبواب الربح. أنا بجيبه التأمين لإلي 50 دولار بيقول يعني مثلا انا بجيب التامين لإلك 50 بس بيتسجل ب 100. بخصني امام مكتب لتامين الخدم بدت ردود السيد علي ضعيفه ازاء ما ورد في التسجيلات من تجاوزات واضحه، طارة تدعو الموظفين لقبول الرشوة وأخرى تدعو إلى التلاعب بقيمة استمارة التأمين. النية الجرمية كانت واضحة عند رئيس مصلحة الجنوب، فما هي الإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضده وضد شركات التنظيف الوهمية؟ أنا اليوم تأكدت من الأستاذ عادل حطيت من علي حطيت الأستاذ علي حطيت تأكدت من الأستاذ علي حطيت عنده كان يعني إشكالية واضحة بكلامه، إيحاء واضح بكلامه. اتأكدت انه هو وسيارته ركنها امام شركة تأمين خاصة تتعامل مع مكتبه، يعني هي تتعامل اذا بدك بما يتعلق بتأمينات الاجانب تمهيدا لإجازات وما شابه. اتأكدت انه ما استعمل حق الرد. اتأكدت انه جواباته كانت اجاباته كانت غير واضحة على الاطلاق. اتأكدت ايضا انه كان في بسجله يمكن ما اخذ بالماضي كلام صحيح اللي قلته. فلا أخذت التدبير اللي بيملي علي واجبي، مش إنه وما نظرت إلى أي اعتبار آخر. إحالة للتفتيش، إحالة النيابة العامة التمييزية، تعميم متشدد بشركات النظافة وشركات الحمالين وما شابه، تعميم يتعمد التحقيق المسبق للإجازة. يعني خلصنا من إذا بدك مش إنه إذا بدك كان في تساهل، لا كان في إنه عم نسهل عمل الشركات، عم نسهل عمل الأجانب، وعم نتأسف إنه ما يكون في لبنانيين يعملون في بعض القطاعات غير المنظمة للأسف، لأنه في نظرة دونية لبعض الوظائف. إحالة إلى النيابة العامة وأخرى إلى التفتيش المركزي خاصة بالسيد علي حطيط الذي كان قد أرسل لنا عبر محاميه رداً يتوعد فيه بمقاداتنا، نافياً أن يكون لديه أملاك في صيدا أو بيروت أو المصيلح، ومؤكداً على نظافة كفه طوال مسيرته المهنية على ما أشار البيان.
والمسيرة المهنية للصيد على حطيط حافلة، فهو ولأسباب مسلكية كان قد أعيد تشكيله في عهد الوزير طراد حميدي، وتم وضعه في مركز هامش الرشوة فيه ضيق جدا. وقد قام الصيد على الحطيط بالطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، مدعيا بأن ضررا ماديا ومعنويا قد وقع به، علما بأن إعادة تشكيله لم تمس راتبه أو رتبته. المفاجأة أن مجلس شورى الدولة قبل بالطعن من حيث الشكل بعد رحيل الوزير طراد حميدي، ليعاد تشكيل الصيد حطيط في مركز رئيس مصلحة الجنوب بفعل الشغور في المناصب. إزاء هكذا تاريخ مخيب من النتائج، كان بديهياً أن نسأل عن جدوى الإحالة إلى التفتيش المركزي. هلأ بتقلي المرجعية أخذ تدبير، استعمل حق التقاضي، مجلس الشورى أبطل التدبير وأعادوا للدائرة فاستفحى للفساد. قلك لكل حادث حديث، ساعتها بنتقل إلى موقف آخر بالسياسي، ساعتها بياخدوا أنا على مسؤوليتي لأنه أنا رأس إدارتي ورأس هرم الإدارة. في الانتظار المؤكد بالنسبة إلينا أن قرارات القضاء اللبناني والتفتيش المركزي لن تكون إلا تحت طائلة المسؤولية في القادم من الأيام. المدعو محمود بعلبكي متفيئا بشرطة مجلس النواب يحتل شوارع وسط البلد بواسطة شركة وهمية وبلا ترخيص. وزارة العمل أحالت المدير الذي شجع على تقاضي الرشوة على التفتيش المركزي وشركة التنظيف الوهمية إلى النيابة العامة، ونحن في انتظار القادم من الأيام لنضع القضاء والتفتيش المركزي تحت طائلة المسؤولية. لا يمكن أنا ما أخذش، يمكن يكون الموظفين اللي عندك عم يساعدوني، أنا ممكن ما بدي منك شيء. باقي الدولار، السمسار والعملة، والعميد جورج رطوف رئيس مصلحة تسجيل السيارات. مخفر الحدث من أساسه مشترينه، من أساسه منشرة، هو هونيك الوحيد مخفر الحدث. هلأ طلع أنت بس فوت على مخفر الحدث، خد معك شخص قل له أعطيني الملفات تعول المعاينة من أول ما بلشت المعاينة. هلأ إذا ما بيجيب لك قد هالستيديو كله ملفات دعاوي، دعاوي من مواطنين لأشخاص على السماسرة، وما حدا لا لا السمسار بيطلع ساعتين وبينزل من أحد الأشخاص. أنا أدخل النهار أنا نمتوا لتاني يوم الصبح. مع الدولار السمسار والدولار العملة نجحنا في إثبات فرضيتنا وتمكننا من دفع رسوم الميكانيك لهذه السيارة الخردة، محتفظين بجميع أوراقها ورخصتها. وأنا زكي أنا الدولار. ونجحنا معها في العبور على حواجز أمنية عديدة بما في ذلك الحاجز الأمني الخاص بالمركز الرئيس لمصلحة تسجيل السيارات حيث العميد جورج لطوف. كيف أضع ميكانيك ومكسور ضوء؟ ما بعرف شو أخبى أنت؟ مكسور ضوء هي بس مكسور ضوء؟ هاي بس مكسور ضوء؟ ما بتدور هاي؟ شو بدك تعمل انت؟ مسجله يعني؟ مسجله عميد لطوف. ثلاث مسائل لا تزال تشغل بالنا. اي شو مسجلتك هلا انت يا قوي هلا بدي بفحص حالي انت قاعد مع الناس. المساله الاولى مجموعه كلمات قالها الدولار في لحظه تجل ولم ننجح حتى اللحظه في تفكيكها. طب ليش اللي وين احسان محمد ايوه تقرنيش محمد بس يعطيك حق الراس انت هذا كان بكسره عمال بكسره انا هذا محمد لا كسره انا اشتغل على تعصب ولا ما تعصب خلص سيع عنك تنزل ايدك عنا انت ما بدك تمام احنا بدي اعطيك حق الراس انا ماليش حق لا ماليش حق بدكش حق الراس ما كنتش انا جيت عندك اول شيء انا جيت عندك انا باخلاقك انت مش تعمل لي هذا. المساله الثانيه اشاره الدولار لدى مواجهته لان دفع رسوم الميكانيك للسيارة الخردة قد جرى بعد إنقاذها، أي بعد توقيفها عن السير. عربية ما عاد دفترها اللي مش إنقاذ، بس ملأنا أبدأ من كل الكون. هاي بنشوف لك اسم هارد إنقاذ. هاي إنقاذ. هاي إنقاذ. هاي إنقاذ. ماشي الحال. ماشي. أي مشكلة مو مش أسكى منه. وهو ما بدا غريبا ولافتا جدا بالنسبة إلينا، وشكل نوا المسألة الثالثة التي تشغل بالنا. ألا وهي فوزير العميد جورج لطوف في خضم ردوده على أسئلتنا حول إمكان إنقاذ سيارة من دون توافر أي من الشروط الملزمة لتوقيف سيارة عن السير. هو عم إنقاذ شاكل، ليش أنا معي الدفتر؟ رياض أنا فسرت لك وبرجع بقول لك معي التأمين الإلزامي برجع لك كله بلطانة ما له قيمة كله ما له قيمة اسمح لي رح فسر لك طيب. أول شيء بدك تعرف كيف تنعمل السيارة إنقاذ كيف تنعمل سيارة أنقاذ؟ ولا شيء بيقول إنه هي بدي لا 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 أبدا أبدا لا مش صحيح كيف؟ بيجي صاحب العلاقة المفروض يجي على الدائرة المختصة وبيقول أنا بدي أقعد بيكون هو طبعا صاحب العلاقة أو كم مكلف حدا
بيجي بيكلفه بموجب شو؟ وكالة افترض بيعمل له توكيل بيعمل له توكيل انتبه في بيعمل له توكيل في بيجي لعند معقب معاملات اللي هو معقب رسمي بيكون بيجي مواطن بيطلع هويه لعنده بيروح المعقب هذا كله مصاري السيارة الخردة التي أصبح وضعها القانوني ملتبس كنا قد نجحنا في دفع رسوم ميكانيكها المتأخرة منذ عام 2006 من دون أن نحركها من مكانها أي من دون معاينتها ونجحنا في تحقيق ذلك مقابل 2500 دولار كنا قد دفعناها لشقيق دولار المدعو حسين فاضل أي الرجل الذي عرف عن نفسه بوصفه الشخص الذي قونن السيارة التي انفجرت بموكب اليونيفيل عام 2007 مرة سويت سيارة فجروا فيه اللي غفيت إذا سمعتي فيه اللي فجروا فيه الحريرة إذا سمعتي كان عندي عم سوي له هاي مرأت معانا لكل نمر وفجر ثم عاد الدولار ليخبرنا أن السيارة الخردة قد أنقذت أو أنه سيقوم بإنقاذها قبل مقابلتنا العميد جورج لطوف المفاجأة عند العميد لطوف لم تكن في تسليمه أن السيارة قد رفعت عن السير بل في تصغيره الجرم الناجم عن رفعها عن السير من دون توافر الشروط الملزمة الموضوع ما بدنا نعطيه أكبر من حجمه الخطأ الموظف أنه لازم يأخذ الدفتر بس أنه هل تتطلب رشاوى هل يتطلب العلاقة ولا لا ما عم بحكي أنا ما عم بحكي لازم صاحب العلاقة برجع مزبوط يا وكالة يا صاحب العلاقة 100% يعني أنا هلا بيجي واحد بيخد لي السيارة بيعمل لي إياها إنقاذ بدون كيف بده يخدها؟ كيف بده يجيب الدفتر إذا ما أعطيته إياه؟ سرق ما في سرقوا إجا عملوا إنقاذ بده يكون عامل وكالة لإله إلا يقدر يعملوا إنقاذ أو بده برجع بقول أنا عم جاوبك على سؤالك اللي أنت عم تقول لي إنه بده دفع السؤال هل هالموضوع بيستوجب هالقد يدفع اكيد لا في مش عم اليوم مش عم بيغير ملكيه ما عم بيزور ما انه مسروقه السياره وعم بيسجلها ما انه ارقام رقم محرك تبعها مش لاله وعم مسروق محرك وعم بيسجله يعني خطوره النتيجه انه اكثر شيء يسال الموظف معك خطورتها بالشق الامني انا معك حضرتك ليش عم تفترض يعني حسن النيه بمعنى انه هذا الموظف مش حسن النيه ما عم بفترض حسن النيه انا ما عم انا مثل انتبه انا ما عم بقول في حسن النيه ولا شيء من دون وكاله وما اخذ دفتر يعني في شيء معلوم ان السياره لا يمكن انقاذها الا بتوافر شروط ثلاث وهي اولا كبس لوحاتها ثانيا اتلاف رخصتها ثالثا حضور صاحب العلاقه أو من ينوب عنه بموجب وكالة على أن أي من هذه الشروط لم تتوفر فكيف إذن رفعت السيارة عن السير؟ ألو مرحبا كيفك حضرت العميد؟ على أن مفاجأة العميد لطوف لم تنتهي هنا فبعد يومين من مقابلتنا له عاد وأجرى معنا اتصالين ليطلعنا على تحريته عن الدولار وشقيقه حسين فاضل وقد كانت في الغالب غير دقيقة وليطلعنا أيضا على أن ملف السيارة فارغ حتى من طلب توقيف عن السير أنا عم بقول لك حضرة العميد هو السؤال أنه كيف قدر يعملها يعني هو على ما يبدو لقدر يعملها إنقاذ ساحب الملف من جوا أخذ هويته للزلمة وماضي عليها مش بالضرورة كيف لكن قدر يعملها إنقاذ ليش عم تتوقع هيك يا بيز لا ما هو كيف بدي يعملها إنقاذ فيه يا معه وكالة هو قال لي أنا سحبت هويته للزلمة هو قايل على الكاميرا الخفية انه انا سحبت الهوية تبعه لهيدا الزلمة طب هيدا مين ساحبها؟ هويته سحبت له اياها اذا بدكم اياها بس انا ما قلت لك انا بالملف السيارة ما في طلب توقيف عن السير لا في طلب ولا في هوية كذاب ما في شيء يعني الموظف قد يكون على الرقم بس خدمة لا اكس لحظة بالملف تبع السيارة ما في طلب توقيف عن السير؟ لا قلت لك امبارح لا ما قلت لي امبارح قلت لك انا ما في طلب بملف السيارة مش ما في طلب توقيف عن السير لا انت انا اوقات شو بصير؟ بيعمل طلب يمكن ما بحطوا بملف السيارة بس 90% بيكونوا بالملف ما في طلب يعني ما
السيارة ما معمول فيها شهادة إنقاذ. حضرة العميد العميد يعني شهادة السيارة ما معمول فيها شهادة إنقاذ بفهم منك. لا 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 ما قلت لك الكلام ده أبدا مش معقول يا شهادة إنقاذ. والدليل أنت قلت لي حضرة لحظة حضرة شهادة إنقاذ ما طالع شهادة إنقاذ ومضي من الموظف وإيه أنا معمول على الكمبيوتر إنقاذ بس ما طالع فيها شهادة إنقاذ أبدا ولو كان في كانت بتكون معك. يعني أنا هون هذه إخفاله أي واقعة أخرى للحظة شوي بتحريفه أي واقعة أخرى بإخفاله أمرا. هنا كان علينا استشارة صديق البرنامج المحامي جيمي حاتشيتي لنسأله عن الجرم المرتكب ومحله من الإعراب في قانون العقوبات. تزوير هو موظف ليعمل أنقاض من دون دفتر سيارة. تزوير 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 جنائي. أوكي. يعني مش عم نحكي بست اشهر او سنه او سنتين او ثلاثه، عم نحكي باربع وخمس وست وسبع سنين. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته 5 سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه الوظيفيه او باثباته وقائع كاذبه على انها صحيحه او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعه اخرى باخفاله امرا أو إراده على وجه غير صحيح. إزاء هكذا جرم كبير كان بديهيا أن نحاول التواصل مع وزير الداخلية لنستطلع منه عن الأسباب الكامنة وراء تصغير العميد لطوف للجرم المرتكب، ولكن الوزير شربل كما كنا قد أطلعناكم مشغول بالأمن والسياسة والبرامج الفكاهية. إذا البحث أنا بدي رخصة فيما أنا بعطيك نمرة بعطيك نمرة. انت كفى وموفى حضرتك يا معالي الوزير. خليك. تحب البيض ولا السود؟ لا البيض. البيض قلبك ابيض. على ان وزير الداخلية وللامانة تابع موضوع السيارة لنتفاجأ في اليوم التالي بماكينة الفاكس وهي ترسل الينا من الداخلية شهادة انقاذ للسيارة التي قال العميد لطوف انه لم يصدر لها شهادة انقاذ. بدا الامر في غاية السريالية. فما هي قصة شهادة الإنقاذ التي ظهرت فجأة على مكتبنا بعد أسبوعين من لقائنا العميد؟ حضرت عميد بس لنختم الفكرة. يعني إحنا أنا هون بصرف النظر هلأ لنفترض إنه هني عاملين إنقاذ مثل ما هني كانوا عم بقولوا، إزاء هذا الوضع بوجود هسه ماسرة اللي عملياً أنا هالسيارة فيه مسوقة، يعني أنا عملياً هالسيارة هلأ معمولي إنقاذ أو مش معمولي إنقاذ بالوراق اللي أنا معي هون وفهون لما هلأ قبل شوي وقفونا 100% بتفرجي الدفتر بتفرجي المعاينة بتضل تمشي فيها 100 سنة لا سمح الله صار فيها أي حادث صار فيها أي شيء حادث صار أي شيء صار بتبين إنقاذ بيوقفوك دفترك مزور بيبين إنقاذ كيف بيبين دغري عندي بتبين من عندي من بيبين إنقاذ. في لقائنا أبرز العميد لطوف استمارة للسيارة لاحظنا لاحقا أن عبارة توقفت عن السير كانت مكتوبة فيها بخط اليد وهو ما كان مريبا جدا خصوصا عندما عاد وأكد لنا العميد في اتصال لاحق ما يضحض ويطعن في الاستمارة نفسها التي قدمها لنا خلال لقائنا في مصلحة تسجيل السيارة. اوكي يعني بس هي بهيك حاله ساعتها بمجرد ما يعني اي وثيقه طالعه او صادره عن هالسياره بيبقى مذكور فيها دغري عندكم انه هي هالسياره توقفت عن السير مش هيك؟ يبقى هذا الشيء مطبوع طباعه يعني صح؟ هيك قلت لك انا بالنسبه لهذه السياره ممنوع يضرب لا لا انا قصدي حضرة عميد انا قصدي باي في كل سياره بيبقى لها ما بعرف شو بيقولوا لها وثيقه او لا فيشه طبعا فيشه الفيشه بتبقى هيدك انه هي توقفت على السير بتبقى مطبوعه طباعه. انا هلا مثلا سال والله بدك تبين على هذا الرقم ولا كانت سياره موقفه على السير ايه بس انا بقصد حضرة العميد الاستماره بتبقى مطبوعه طباعه فيها انه هاي السياره توقفت عن السير صح ام لا؟ مكتوب هيك بالخير عنوان السياره اسم السياره اسم المالك مكتوب تحت يعني قصدي هذا على الكمبيوتر بيبقى موجود وبس واحد يطبع استمارة السيارة بيبقى مكتوب بس على الكمبيوتر لا اذا تكون معك انت بس واحد عن السير بدك تكون شهادة انقاذ لحوزتك بدك ترجع تشتريها بدك تصير بدك تبيعها كيف بدك اياها لا لا انا قصدي غير غير شهادة الانقاذ انا قصدي غير شهادة الانقاذ حضرتك انا قصدي اذا انا هلا بدي اروح اطلب استمارة لهالسيارة بدي ايه ما في شيء اسمه غير شهادة الانقاذ لا انا اذا ما في شيء
يعني اذا سياره انقاذ ما بيطلع لها استماره. استماره انقاذ يعني استماره عاديه لسياره بصفتها صالحه للسير ما بتقدر تطلع اصلا. يعني هو اذا انت مجرد ما تدقها عندك على الكمبيوتر بيطلع لك دغري شهاده الانقاذ تاعيتها، صح ولا لا؟ بتطلع الاستماره تبعها، هي مش استماره. ايه الاستماره تبعها ما بتوقف انقاذ لانه توقفت عندي. دغري بتطلع هيك، يعني ما بتطلع شيء، ما في حلال. بتطلع كلها بتطلع مطبوعه، يعني ما في شيء خط يد او شيء او هيك. تطلع مطبوعة، أنا عم بسأل، تطلع مطبوعة. دققوا معنا جيدا فيما قاله العميد. السيارة لا يمكن أن توقف عن السير ما لم يجري إصدار شهادة إنقاذ لها، وعبارة توقفت عن السير لا تكتب بخط اليد، والسيارة المتوقفة عن السير استمارتها تتحول حكما إلى استمارة إنقاذ. حسنا، توقفت عن السير مكتوبة بخط اليد، شهادة الإنقاذ لم تصدر بعد، ومع ذلك السيارة متوقفة عن السير في عرف العميد لطوف. لم تنتهي فوزير رئيس مصلحة تسجيل السيارات هنا، فنحن كنا قد سألنا العميد لطوف عن مناعة نظام المكننة وإمكان التحويل فيه، وقد أجاب بالنفي القطع. بس أنا بس بعد عندي هذا يعني السؤال الأخير حضرة العميد. تفضل. عن موضوع الإنقاذ، أنت بتستبعد نهائيا أن يكونوا هن امبارح عدلوا او اليوم الصبح عدلوا بهذا؟ يعني انا بقصد معلش رياض، انت لحظه، اسمح لي شوي. لا طب انا راح جاوبك يا اخي. انا بالنسبه لي، انا راح جاوبك. انا بالنسبه لي الموضوع عندي لا تسمح، بس لا بس خليني، انا بالنسبه لي الموضوع عندي هو ذاته نعملها انقاذ ولا ما اعملها انقاذ. بالفرضيه الموجوده عندي بالمعنى الامني انه انا السياره بقدر اسوق فيها، ايه اما لا بالخطر على المواطن، ايه اما لا موجود. انا عم بسال هلا بس لانه هو قال هيك. لا انا راح جاوبك، واسال غيري اللي بيشتغلوا بالمكننة، يلي بيشتغلوا بعالم البرمجة والكمبيوتر. هل بيقدر اليوم أنا إذا السيارة داخل معمل لها أنقاض ب 18/7 هل في يغير لها تاريخ أو بدنا نجمي دلوقتي؟ لا، إذا مش معمل لها أنقاض في حطها. إذا مش لو كان مش معمل لها، ليش أنا جبت المعلومات؟ لو عمل لها كانت تطلع، عم بعطيك إياها بالثانية أمتى الفات عمل. ببين عندك بالدقيقة أمتين هو بالدقيقة بالدقيقة أمتى الفات استعمل، وأي كمبيوتر ومين الشخص. أنا بعرف مين الموظف اللي عملها، مش هناك. أنا هلأ بقول لك أنه على ضوء المعطيات اللي أنت عطيتني إياها، أنا أكيد بكرة بيصير في تحقيق، بده يصير داخلي ويسأل الموظف أنه أنت كيف بتعمل أنقاض لهالسيارة بدون ما تطلب. ببين عندكم مين الموظف؟ طبعا ببين. أنا كل دي بدي أعملك بالثانية، ببين بالثانية والدقيقة. يجزم العميد. حسنا، متى توقفت السيارة عن السير؟ حضرة العميد، انه موضوع الانقاذ نحن بعده شكنا انه هن امبارح حولوها انقاذ. ابدا. انا المعلومات اللي عندي رياض، فيك تسجل هاي المعلومات اللي عندي، سجلها لك اذا بدك تسجل عندك. هذه السيارة باسم اكس توقفت عن السير ب 18/7/2013 الساعة 11:05 دقيقة اذا بدك اعطيك الوقت. وما زالت أنقاض حتى تاريخي. تذكروا هذا التوقيت جيدا، وتذكروا أنه لا يمكن التلاعب به على ما يجزم العميد. ثم شاهدوا معنا التوقيت المطبوع على شهادة الإنقاذ التي أرسلتها لنا فجأة الداخلية. فارق كاف بالثواني والدقائق، كفيل ليقود تحقيقنا الاستقصائي لصيد سهل يصل إلى حدود تزوير مستند صادر عن جهة رسمية. ولكن مهلا، لم تنتهي القصة هنا. شهادة الإنقاذ وللعلم لا تصدر إلا مرة واحدة، والسيارة لا تتوقف عن السير إلا بعد إصدار شهادة إنقاذ لها باعتراف العميد نفسه. فكيف ومن أين جاءت إلينا شهادة الإنقاذ هذه وعليها توقيت مختلف عن ذاك الذي أعلنه العميد في لقائنا إياه، وتم تصديقها بتاريخ حديث بعيد من تاريخ توقيف السيارة عن السير؟ كيف؟ فتش عن الشركة الموكلة مهام مكننة معلومات مصلحة تسجيل السيارات. شركة المكننة هي تحمل مسؤولية، لأنه هي اللي سمحت، باختصار هي اللي سمحت لأي إكس من الناس أنه يفوت على إدارة السير ويعند الموظف يقول له عمل لي إنقاذ لهيدي، والموظف بس يعمل عملية الإنقاذ بيعطي أمر للبرينتر بإصدار شهادة الإنقاذ، يمكن ما يعطيش أمر بس، ولكن ضعف هيدا بالسيستام بيبين تاني يوم انك انت بتطلب استماره للسياره عن ملفها بتعطيك انه مش موقفه عن السير. لانه القائد تبع هذه شركه المكننه اللي موجود بالدكويني، القائد معروف،
هو اللي بيلغي قصة الملاحظات بيطلعوا بالاستمارة. يعني إذا كان الموظف أعطى ملاحظات على شات الإنقاذ منعه القائد هيدا تبع المكنة إنه يحط الملاحظات، لأن هذه الشركة هي موجودة بمكان أصلا من سنتين أو ثلاثة لازم ترحل. طبعا من بعد ما يسمع وزير الداخلية هذا الكلام اللي عنا لازم تاني يوم بالضبط يطلعهم برا إدارة السير. أول شيء هودي شركة خاصة مهمتهم كانت الأرشفة ومكنة الملفات ومن ثم تبسيط المعاملات وزيادة الخدمة للمواطنين. هو ما زيادوا الخدمة للمواطنين، فتحوا مجال للسماسرة أو فتحوا مجال لينعمل شيء بيتعلق بالتلاعب يؤدي إلى تزوير أو يؤدي إلى عمليات. شركة خاصة عقدها منتهن ويجري تجديده شهريا بالتراضي، فيها تتمركز كل المعلومات عن سيارات لبنان ويتحكم بها موظف من خارج الدولة. هنا البحث في فوازير العميد لطوف وفوضى المعلومات المتعلقة بالسيارة موضوع التحقيق يصبح لزوما ما لا يلزم. ايه وصلت لعندك شات الانقاذ مرتين. اوكي، هذا بدل انه مسؤول المكنني بلبنان من اجل معالجة هذا الملف واسكات بعض العناصر اللي عم تقيم صوتها من نتيجة هذا الانعراض، فرئيس مصلحة تجديد السيارات يبدو انه سئل عن هذا الموضوع فطلب الشات انقاذ، فصار في تغيير بالسيستم بحق له يطلع شات انقاذ. المسؤول تاع المكنة بدي كوينه مرة تانية بحق له مرة تانية هو شخصيا، لانه هو يفعل ما يشاء وساعة يشاء بغير حساب. اكوان فيها عميد مشدد، ما ممكن بني ادم يعملها اذا ما كان بيع وشاري او بوكيني او عموجة بوكيني. كنا نعرف من البدء ان دولار ليس صيدلة. مين هذا؟ ونعرف الآن أن العميد منع الموظفين في مصلحة الأزاء طاء عين وعين ميم من الدخول إلى نظام المكننة. طب أنا بعمل بديه بالنافعة. على فكرة كلمة نافعة كلمة نافعة منه مزبوطة. ونعرف أيضا أنه حجب الوصول إلى ملف السيارة موضوع التحقيق. كنا نعرف من البدء أن الدولار ليس صيدنا بل الطعم الذي سيقودنا شاء أم أبا إلى مكمن الخلل. أنا جيت لعندك لأنه أنا ظلمت كتير ناس، أنا من أحد من الأشخاص اللي ظلموا كتير ناس. شركة تتراكم المسؤولة عن نظام المكننة والتي عوضا من تنظيم ملفات مصلحة تسجيل السيارات حولتها إلى فوضى عارمة من شأنها أن تستبيح أمننا وممتلكاتنا بلا حسيب ولا رقيب. هنا تنجلي فوزير العميد لطوف وإجاباته المتناقضة. هلا أنا برجع بقلكم كبري لكم الحجر. فوت على اليوتيوب هيدا الشغلة عبء على قلبي، وأنا مستعد إذا أي شخص بده يتلحقني قانونيا أنا ما عندي أي مشكلة. شو بدك بقول لك؟ أنت اسأل وأنا بقول لك. الزلمة يجي لي لأني عارفوني أنا زلمة افتريت على العالم. أنا بس بدي أقول للعالم اللي بده يشتكي علي على راسه وعيني واللي بده يسامحني أنا بكون ممنون إذا بسامحني وبسامح أولادي.